فزعتيني قطعت خلفي. خلفك؟ احنا بقالنا 6 سنين ولا شفنا خلف ولا غيره. انت بتعايريني يا وليه؟ لا لا، بس انت اللي بتقول، حقك عليا. روحي اعملي لي شاي اجري. حاضر. والله وجالك يوم يا عبد السميع وبتتعاير، والله عاير. بتكلم نفسك؟ هي ناقصاك انت كمان. قوم غور، قوم. ايه الشغلانه الهم دي؟ اعوذ بالله. مقبول منك يا صاحبي. انا وشفا يا اخويا. بس مش بعاله يعني. معليش. خرب بيتك على بتقيم بالسود. ايه يعني ايه؟ خدي حطالي على ايديك ملح. وانت على طول ايدي سدد نفسي. سدد نفسي؟ مش انت تسدي نفس محافظه. انا سدي نفسي محافظه.
يخ الله يسامحك. روح 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 الله يسامحك. روح الله يسامحك يا بعيد. روح على وعدتك على السودة والقرف. الحج قادر؟ لا نعم. لا كنت بطمن عليك بس عشان في مطر برا على طول. اقول لك حاجة؟ انا هسيب لك الدوار دي اللي فيه. قدك الباب على الباب موري. يا اخي برا وجوه فرشتي لك وانت يا بعيد نايل وين يعدلك. نكد لي شوكولاتة لبلاش يا ولد، روح رجع البطاطا لبلاش يا ولد، الشوكولاتة ساحت راحت مطرح ما راحت. يو يو يا ابراهيم يا ابراهيم 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 قوم يا منير قوم. واحد جاي باين جاي يسرق حاجة من ورا الشباك ولا شوفه جاي يعمل ايه بيعكسني ده ولا ايه؟ واحد؟ واحد مين ده؟ معرفش مين هو؟ واحد مين ده؟ معرفش. شوف انا شفته كده. تعالى هنا يا عم ابراهيم. هنا يا عم ابراهيم مفيش حاجة. بتعمل ايه هنا؟ كنت بعمل زي الناس ما بتعمل. أيوة, ايوه 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 ما من بدري مش هينفع الكلام ده تضربه. لا يا عم ابراهيم الناس ما بتعمل. ايوه يا عم ابراهيم انا خليك تعملها على نفسك. لا يا عم معلش يا عم ابراهيم. لا 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 يا عم عند رامدة جاب لا خلاص والنبي خلاص لا مش هتعدي خلاص لا ما تعديش عليه. انت شايفة كده يا بدر؟ لا انا مراتك. ايوه يا حبيبي معلش يا عم ابراهيم خلاص يا عم ابراهيم معلش يا عم ابراهيم قدام معلش يا عم ابراهيم. ايوه كده كل واحد ياخد جزاءه. اما اروح اغير هدومي واجي وراك يا ابراهيم. يعني يا رب ما تدينيش حته عيل اطلب به طولي. يعني انا مش زي الخلق دي كلها. انت بتعملي ايه يا وليد؟ بتكلمي نفسك؟ خلعتني يا راجل. خلعتك؟ انت بتعملي ايه؟ بنطف الزر. طب ايه رايك في الخط اللي انا خبطها لك ديات؟ سمعتني. خلاص يا عم ابراهيم خلاص ان انا مش هجوز حق. خلاص خلاص معلش يا عم ابراهيم خلاص خلاص معلش يا عم علي معلش يا عم ابراهيم. انت رايح فين يا نفر انت وهو؟ عاوز الحاج جابر. يرضيك يا حاج جابر يرضيك الواد يا حاج الحرمه بتاعت يا حاج جابر. ما حصلش يا عم جابر. ما حصلش. انت حصلت تعاكس واحده من كفرنا؟ انا كنت بعمل زي ما الناس بتعمل. بتعمل انت جاي منين يا دي؟ انت شكلك انت جاي منين يا ولد؟ انا ابن حاج عوضين. حاج عوضين؟ ايه. وعمل لك ايه الواد ده؟ كان واقف لي من ورا الشباك. ما حصلش. وجوزي كان نايم. ما حصلش. جاي منين يا ولد؟ انت كنت بعمل زي ما الناس بتعمل. تعمل ايه؟ تحط على راس ابوك ابراهيم وتبوس ايده. تمام. وتقول له حقك عليا يا ابو ابراهيم وابص ما لقاكش قدامي. حاضر يا حاج يا ولد. خلاص حاضر يا ولد. خلاص ماشي. على راس ابوك ابراهيم حقك عليا معلش. انا هسيبه. هسيبه ليه؟ خلاص اسكت. الحاج قال كلمته يا حاج. بقول لك ايه يا حاج ابراهيم؟ انت اللي غلطان. دي عيل راح ولا جه حته عيل؟ شوف انت بقيت عامل ازاي وهي عامله ازاي. دي منظر تمشي يعني ما هيش مكسوفه وهي جايه في الكاف فرجه زي الغوازي في مثل. انا محترمه. انا ماليش كلام معاك خالص. انا محترمه. ابوك الحاج عبد القادر الله يرحمه. الله يرحمه. كان شوف يتحط على الجرحيطين. الله يرحمه. انا عشان خاطر الحاج عبد القادر انا بص هسيب من الكلام اللي قالته ده. في مثل بيقولوه زمان اذا لعب الحجر يبقى لعب من القعده. لم الدور. انت اللي غلطان. لولا مراتك ديت واقفه كده اهو ما كانش حصل اللي حصل. انا مش هقول حاجه غير كده. معاك حاجه. مالكش كلام عندي تاني. معاك حاجه. والنوبه الجايه لو حرمتك اتكلمت بكلامك ده ولا كده ليها تصرف تاني. طب واحنا حقنا خلاص؟ بس مفيش حق طالما انتوا اللي غلطانين. خلاص يا حاج. شكرا يا حاج. سلام. ما انت معرفش تجيب لي حقي. تجيب الحق منين؟ خليك بودي فطين حرام عليك. خربت بيتي. ان شاء الله عملت لك ايه عشان تقول كده؟ وبتترقصي كمان؟ والله براحتي. عليا الطلب دي الثلاثه اللي تكوني طالب وبالاربعه كمان. يلا امشي. انك ال10 قرش يا حبيبي. يلا قدامك يا دكتور. يلا امشي. الصلاة والسلام.
يا حبيب الله والناس ويا نور السماء. يا حاج جابر، يا حاج جابر، اهلا. ازيك عم الحاج؟ ازيك عم الحاج؟ ازيك عامل ايه يا حاج؟ بس انا ليه يا حاج؟ انا اقدر انساك بالامانه بتاع كل سنه يا حاج. انا اقدر انساك خير كتير. الحمد لله خير كتير. الحمد لله. الله يكرمك، الله يجعلك في سنة والعصر هنذبح في الدوار، ابعت العيال ياخدوا نايبهم في اللحمه المغرب. ربنا يسترها معاك يا شيخ، ربنا يسترها معاك. دعواتك. سلام عليكم. صحيح يا اولاد، اللي خلف ما ماتش. سلام عليكم. اللي خلف ما ماتش يا اولاد. قول يا جدع انت. انت عايز ايه يا عم؟ انت مين؟ ايه اللي انت عملته دي؟ ايه اللي انا عملته يا عم؟ انت مين انت يا عم؟ انا صاحب الارض دي هي. وعامل لك ايه يا عم؟ كله بيرمي هنا يا عم. ده القانون يعاقبك عليه. قانون ايه يا عم؟ انت تعمل نفسك فاهم؟ روح يا عم. دي احنا بنساحن فيها العيال الصغيره وبنسقي فيها البهايم. انا إيه مش هسيبك من كلها زباله. ايه يا عم انت عايز ايه يا عم؟ روح يا عم. مش هسيبك من هنا لما نروح للحاج جابر يحل لنا المشكله. روح كده ما تمسكش يا عم. في ايه يا عم؟ هوديك للحاج جابر. ايه علف لحال المشناه ولا ايه يا عم؟ يلا يا عم نروح يا عم. خايف منه؟ لا مش خايف. طب قدام نروح للحاج جابر. قدام نروح للحاج جابر. اعمل ايه يا الحاج جابر؟ يعني اعمل لي ايه قدامي يا نفر منك ليه؟ انت التاني تخش ما نشوف حكايتكم ايه؟ كده ليه يا عم؟ بس يا هلا. ازيك يا حاج جاد؟ الراجل ده هو انا كنت نايم في ارضي في سلامة الله ولقيته قام جاي صح معاه شنطة مليانة زبالة وقام حادفها في الترع. ده شوية زبالة قد كده اهو يا حاج. الترع؟ انت تعرف اللي انت عملته ليه جريمة؟ مش جريمة في حق الواحد، جريمة في حق البلد كلها. وليه انت ما تعرفوش يا حاج جابر؟ ان انا بقول للحاج جابر هقول للحاج جابر وليه مش همني الحاج جابر؟ انت ما تعرفش يا حاج جابر يا هلا؟ وقف كداب والله. انت عارف انا مش بعمل لك كده عشانك بتهن، انا بعمل لك كده. انت ابن مين يا هلا؟ انت ابن مين ولا من اي حد؟ مش همني الحاج جابر. قال لك قول حاج جابر جبتهولك اهو. بص الحكم عليك مش همد ايد علي عشان ما تستاهلش. الحكم اللي انت هتروح تشيل الزباله اللي انت رميتها وتشيلها فوق دماغك. والله كداب يا حاج، بس هم شويه صغيرين هتروح تشيلهم. ما انت اللي رميت الزباله في الترع يا ولا؟ امال ايه؟ والبهايم بقى تاكل منين والمواعين يغسلها فين؟ هو ده اللي همك وانا استخبى فين؟ انت ولا هم؟ انا هنا انت وهم. استحمى فين انا دلوقتي؟ حقك يا وليد تروحوا تنضفوا لي الترعه حالا، عايز اخد غطس. يلا بشحن انتوا الاثنين. لا قبل الغطس نغسل المواعين عشان تبقى الحاجه نظيفه. لا اغسليها بعد ما استحمى. ما بعد ما استحمى هتبقى المواعين وسخه. بص يا خلاص قلت احترم نفسك بقى بعد ما تستحمى. بص يا ابني مين فرصه يا انا عارف انت بتمين يا هلا. بس ما تحترم نفسك يا هلا. حرام عليك يا هلا. انت انا يا هلا. يا ابراهيم انت اول اسهل ايه؟ تقبل يا هلا. صلت يدك صلت يدك. ما تبنانا انت عارف اللي انت بتلع على مين؟ عارف مين يا هلا؟ عارفني مين يا انا؟ تعالين الهلا. يا حاج يا ابني معايا المواعين كل يوم عم ترعي. بص يا ابني تعالى ما تعمليش نرد ايدينا على حد. اسمعني يا ابني اسمعني، انت شكلك عيل عبيط وغلبان. انت هتروح لعبد السميع. ايوه يا حاج تاخده من ايديه. حاضر يا حاج. زي ما زقل الزباله في الترع تحطها في وسط ضهره. حاضر يا حاج. بص كده يا عبد السميع. يا عبد السميع يبقى فوق تشيلها. امانه عليك تلاقي ايدك يبقى هو اقشرها له جوه خشمه اللي عليه. انا هلبسها له في زوره. انت مين في الكفر دي يا بني؟ عبد السميع. ايوه يا حاج. هو رمى الزباله فين؟ رماها قدام الغير. انت يعني عبد السميع بيحصل ده؟ انت وعبد السميع. طب انا هو مش عاجبني ويشيل الزباله. يعني هو حمومه الزباله حلو. ايوه ارميها. حاضر. بعرف اخد راحتي. وبعد كده تقول لي ايه؟ وانا اقول للناس. حاضر يا حاج. قدامي يا نفر يا ابن النفر. نفر قدامك. والله يا ولد. والله يا ولد. يا حاج. يا حاج.
انت تعرف ان هي بتستحمى عند الترعي؟ ايوه ده بيبقى شايل لي بيلومه اي حته ده ممكن يحموها في الكلام. الله يلعقك يا الله يلعقك. طب وعادي يا رب جاي بتدوب بضاعيها. امال مين بقى اللي يحكم بناتك انت وهي؟ انت عندك حكم زي جوزك عبد السامع تمام. قوم يا وليه خش جوه. قوم تعالي يا وليه قاعده ما تعرفيش تعملي ايه؟ تعملوا لنا العشاء كده ولا فوق؟ عشاء ايه؟ جوه فوق. يا اخويا حلال العقد انت. كل عقده لا عند الكريم حلال، انا بس عاوز ربنا يحل عقدتي لوحدي معاك. هو ربنا يفك عقدتك ويا ولدي. خش بقى والله اقول لكم حاجه. الولية دي اللي لسه سودة معايا. الله يرحمك يا ابا. الله يرحمه. شايف الخير ده كله يا عبد السميع؟ ايوه يا حاج. هو اللي سايبهولي. الله يرحمك يا ابا. طلبت من نفسك الفرحه. بقول لك ايه يا عبد السميع؟ ايوه يا حاج. سقيت ارض الجنينه؟ سقيتها يا حاج. بقالك كام يوم؟ بقالي اسبوعين يا حاج. وطلعت الزكاه زي كل سنه ولا نسيت؟ لا يا حاج، هي زي دي حاجه تتنسي؟ انا طلعت الاهل البلد كلهم والغلابه. وطلعت الخلطك صبحه وخلطك رابحه. ايوه يا حاج. خد بالك دول وصيه ابويا من ريحته. عارف يا حاج. اوعى. احنا نقدر نزعل الحاج في تربته الله يرحمه. وانت يا شيخ عبد العزيز، وانت يا عبد العزيز اصحى معايا، عملت ايه في الغنم؟ اكلتها ولا عملت ايه يا عبد العزيز؟ اصحى. كلت انا. كلت انت؟ اه. كل كل، يمكن الخير اللي احنا فيه ده كله عشان بنحن عليكم ونراضيه. ربنا اللي بيراضي الجميع يا ابني. يلا كله من فضل الله. الحمد لله. يلا كله من فضل الله. على حد يعني قلبي ماليش نفس ابقى زي بقيه الخلق كده. عندي حته عيل يسند ظهر ابوه ينزل معاه، ولا حته بنت حلوه كده ساعدني في شغل البيت، ولا اقعد كده اسرح لها شعرها واسبسبهولي. يا والنبي انا ست ولا كل ستات؟ يعني هو انا يا رب ست وانا اعمل خلقي دي كلها؟ ما يبقاش عندي حته تعيل دي بس وانا عملت ايه في دنيتي؟ يا رب استوري. فيه ايه يا ولي؟ مالك؟ فيه يا راجل؟ زعلانه ليه؟ نفسي في حته تعيل افرحك وافرح بيك. ما تزعليش نفسك. الله يرضيك. يا بنت اصبري اصبري، ما تعرفيش ربنا مخفينا ايه؟ كان نفسي في حته تعيط. انت قاعدين مين؟ والحاج جابر عمال ينده عليكم. الحاج جابر؟ يا لهوي. انت يا بجوم هو فين يا هلا؟ جابر فين؟ جوم. ايوه يا حاج جابر. صباح الخير يا اسماعيل. صباح الفل يا حاج جابر. انا سامع حساسه بقى لي ساعه بنادي عليك. معلش يا حاج جابر، كنت ببص على الارض وبقى ارجوك عن تلفزيون. تلفزيون؟ بقول لك يا اسماعيل. ايوه يا حاج. انت مش عاجبك الشغل عندي؟ ده احلى شغل عندك يا حاج، ده انا متمرمغ في خيرك يا حاج. اصل انا شايفك كده بقالك يومين عمال تلف ورا الوليه مراتك شمال ويمين، انتوا في حاجه بينكم؟ لا ابدا يا حاج، مفيش اي حاجه غير كل خير يا حاج. وانت يا عبد عزيز، وانت قوم بقى اكلك بقى تيتك ده، شوف مصالح. وانت يا عم الحاج شوف مصالحك. يلا انا معاك. انا بقالي ساعه نادي عليك يا اسماعيل. ماشي يا حاج. حاضر يا حاج. ماشي يا اسماعيل يا سيدي. تقول لي بحاجه يا حاج؟ شكرا يا سيدي شكرا. هو في ماشي يا عبد السميع. فين يا راجل؟ وانا كل يوم كده اقوم من النوم الاقيك فاطت من ريحي. اه يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. كل يوم تهملني لوحدي كده ليه وانا وحشه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان؟ يا فتاح يا عليم. عاوز ايه يا ولي؟ عاوز ايه يا ولي؟ يا ولي ريحتك انا بتتدور. شم ريحه شياط من الصبح، ريحتك انا بتتدور. شياط؟ ايه على اساس كانك حطها على الباجور؟ ايه يا ولي؟ اصل انا برمي لك افيه. افيه؟ افيه عليك وعلى اللي خلفوك. الصبح يا ولي قولي يا فتاحي عليه مع الصبح. الله يسامحك، ده يا رب صبحك.
غوري غوري اعمل لنا فنجان اطرار غوري اطرار اللي هو ايه سم فران سم كلاب سم عندنا يعني ده روحي بقى اقول يا فتاح يا عليم هلاقيها منك ولا من عبد سميع اللي بقول له اسمعني يا سند التاني عامل لي زي الارجوز ولا التالت اللي ما بيبطلش حشر في انت كل يوم تقوم تتخانق معاهم ريح نفسك شويه خلاص هيهبوا منك على اشق الخلقات ما تشقهاش اشقها لك طب روحي يا باي روحي هقول لك ايه يا فتاح يا عيمة ازاي يا كريم على الصبح المهم اشوف اسم اسماعيل وسعب عزيز عملوا ايه يا فتاح يا عليم ازاي يا كريم على الصبح استغفر الله العظيم اعمل ايه بس يا رب هل ايه من الشغل ولا هل ايه من الهباب التين اللي في البيت اللي بتقولي قال ايه ما بتخلفش طب وهي دي حاجة بايدي دي بايد ربنا قدو هدو اتنال على عينك واسكت وسيبني في اللي انا فيه ليه يا رب بتعمل فيا كده ليه يا رب يا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم ملك يا هلا تنعت كده ليه ركبك جن ولا ابويا ايه حدي جا انت بتعمل ايه يا مدعو قصين ايوه يا حاج ايوه يا حاج بتعمل ايه ايوه يا حاج هو دي اللي انا شايف مصالحك يا حاج جابر انا بعمل يا حاج جابر واحنا قصرنا انا مالي يا حاج جابر احنا قصرنا في ايه بس يا حاج ده احنا بناخد هدنه شويه يا عبد السميع ما احنا شغالين طول النهار يا حاج والله وانت يا عبد العزيز انت شغلتك ايه معايا باكل بتاكل طب انا عاوز اغمض وافتح يا عبد العزيز ما لقاكش الا قدامي في الدوار يلا يا عبد العزيز يلا يا عبد العزيز يلا يا عبد العزيز هقول ايه ولا اعمل ايه اتكنيل على ايامكم الهباب يا حاج جاب صدق الله نعم يا سيف نعم هي واحده كده حلوه شكل بتوع البندر زي اللي هم بيجوا على التلفزيون بتسال عليه انا واحده فاند حلو كده طب وسايبهم واقفين بره ليه يمكن اغراض روح عند اهلهم مين ده اللي انت اللي بتقول عليهم يا منعوت فين اتفضلوا يا جماعه اتفضل يا سيف السلام عليكم يا حاج اتفضل يا سيدي السلام عليكم اتفضل تشتكيني للحاج جابر اتفضل اقعد يا سيدي ايه في ايه بس يا حاج اتفضل شوف بقى يا حاج انا جايلك عشان اشوف لي صورته مع الاستاذ ده صلوا على النبي صلوا في ايه يا استاذ في ايه عليه افضل الصلاه والسلام لا انا مش تشتكيني للحاج لازم تطلعني منه انا اعرفك شغل صلوا على النبي ايه يا استاذ ايه المشكله انا احكي لك على كل حاجه يا حاج بس قبل اي حاجه لازم تشوف لي صرفه معاه وتطلعني منه لا 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 معلش يا حاج انا خلاص تعبت معاه الراجل ده ملوش امان مش هطلق ملوش امان يا حاج اسمع بس مني اسمعيني بس اسمعيني صلى على النبي اهدي كده عليه الصلاه والسلام اهدي كده احكي لي ايه ضايقك وبالراحه وانا هسمع يرضيك يا حاج ان هو كل يوم والتاني عايزني بخلفه البنات حصل كده يا استاذ لا ومش حصل يا حاج طب ليه؟ كل لما تخلف تخلف لي بنت، تالت بنت تجيبها لي، واخترتها من مصر دونا عن كل ستات البلد. طب هي بإيديها؟ قلت هي دي اللي هتجيب لي حتة العيل اللي يسندني. استغفر الله، استغفر الله يا راجل. ده أنت راجل متعلم، وحسب ما بيقولوا اللي أنت مستوظف في مصر. استهدوا بالله. استهدوا بالله يا أستاذ. عشان خاطر ولادك، أمال ولادك فين؟ حابسهم يابا. لا إله إلا الله. شيطان. شيطان، أنتوا هات إيدك. هات ايدك ايدك اليمين احنا من اهل اليمين قولوا مسامحينها مسامحين يا حاج عشان خاطرك عشان خاطرك يا ابو الحاج مسامحين خلاص مفيش حاجه عشان خاطرك يا ابو الحاج حقك عليا ما تزعليش خلاص حد يبص في الوش اللي زي الفل ده حاجه شيطان يا حاج زي ما بتقول يا حاج ايوه يا حاج ثانيه كده والنبي انا يا حاج جاي اهو يا عم الشوف يا وليه يا وليه نزلي الجلابية يا وليه يا وليه عيب أغراب يا مرحبا أغراب بيتك عيب مش أغراب بتوعنا يعني مش أغراب لا مش أغراب خد الأبلة معاك مين دي انت هتنزبيها خدها معاك جوه بس
هديها كده ونقول لك شويه شاي كده ولا حاجه. ومين دير يا حال؟ انا عايزه شاي ولا عايزه حاجه؟ انا عايزه تشوف لي حل. ما احنا خلاص مش اتصفينا. مين دير يا حال؟ ما تحطوش العقده بقى في المنشره، احنا مش قرينا الفاتحه وصلينا على النبي خلاص. مين دير يا حال؟ خلاص ما مش حاجه. مين دير؟ خد امسك المصحف دخلي يلا وانا جاي. صلى على الناس. بس استنى بس ايدي، مش دول مش اغراب؟ يعني منكم وعليكم؟ ايوه مننا وعلينا، هو حد في البلد كلها غريب. ايه رايك في الفرنه الجديده دي؟ شوفوا الولاد. عرفت حلوين؟ طيب حلو. عامله زي الديك الشركاسي كده. حلو. يا اختي غيروا من شكلك شويه، تعيد لي كده ولا كده. طب بس كل عقده تحطوش العقده في المنشار، ما تحطوش العقده في المنشار يا اخويا. كل عقده وليها عند الكريم حلال. بص كده من طيب ربنا يحل عقدتك. طيب ربنا يحل عقدتك. يلا يا بنتي كل عقده وليها عند الكريم حلال. روحي يا ستي. ادي خشي يا اختي خشي. اللي يشوف بلوته تهون عليه بلوة غيره. بيت واعي. لا ده انا بتكلم في حاجه تانية. طيب صلى على النبي يا استاذ. طب بقول لك ايه؟ قول يا حبيبي. تعالى هفرجك على حاجه عندي في الجنينه، يمكن تعجبك وبالك يروق. يلا تعالى. والنبي خدني معاك يا حاج الجنينه. والنبي والنبي يا حاج عايز اطلع كده وادي البلد الفرنه الجديده ده. اهدي عرفت عليها الناس هتكر قرف. اعوذ بالله من الشر. عرفت اللي يشوف بلوته تقول عليه بلوته يا استاذ. يلا يا حاج معلش. اتفضل. الله يا حاج كلامك بيريح. انا بس خدتك اوريك اللي كل حاجه في اراده ربنا. شفت حتى الحيوان بيعامل ولاده ازاي؟ ما فعلا كنت بطلع. الحمد لله اقتنعت. يا حاج. ايوه يا حاج. هات الاستاذه وتعالى. عينيا حاضر. هياخد ربنا يديك الحال. تعالى. وانا ما استنيش كده. تعالى تعالى تعالى. ما فيش حد. تعالى الاستاذ. ما فيش حد. تعالى. احنا خلاص الراجل اقتنع بغلطه. وانت برضه لازم تقتنعي بالحياة. وخلاص مش هنفتح في القديم، بس بقى مش كل مرة تحطي لي العقدة في المنشار. وانا عشان خاطرك يا حاج حقك عليا. انا ماليش غير بيتي وولادي. خلاص ماشي يا حاج، عشان خاطرك انت بس يا حاج. وانت طيب ما تقعدوا تتغدوا ولا تشربوا شاي. الله يبارك لك يا حاج دايما عامل. طيب عشان خاطري ربنا موجود. وانت ما تحطيش العقدة في المنشار. تقول له عقده وليها عند الكريم حلال. عشان خاطرك يا حاج بس هنسى كل اللي فات، بس يوعدني قدامك انه ما يقلش مني تاني وما يزعلنيش تاني. سمعت يا استاذ؟ خلاص زي ما انت ما قلت يا حاج، كل عقده وليها عند الكريم حلال. ربنا موجود. لا يبارك لك يا حاج. يلا ربنا يهديك. فرقهم بقى. ربنا يهديك. السلام عليكم. معلش يا اختي زيار، قصدي كرريها تاني. خلاص يا حاج خلاص يا حاج. ايه يا حاج؟ يلا بألف سلامة. استنى لما يمشوا يبوظوا. لا قصدي يمشوا يعني. يلا 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 يلا. ما خش يا اخويا، مش كل واحد يا عبد السميع كده في ايوه. انا سامع صوت عندك كده، فيه ايه انت التاني؟ ده في نفرين كده. خش جوه في ناس. لازمي ما بوزي وكوه. مش عارف عايزين ايه. طب هاتهم يا ابني، عاوزين نتفضل. تعالى يا نفر من هنا. انا اللي شغال في النيابه الاداريه ولا ايه؟ خش يا نفر منك ليه. فعلا يا ناس كل عقده ولها عند الكريم حلال.